يستفيد بقى من كل اللي بيحصل ده ايه؟ اللي عايز يلعب كوره كويس وينتقل ويعمل وما اعرفش ايه، ليه الدنيا كلها بتتكاتف انه يمضي في النادي الاهلي؟ يمضي في النادي الاهلي دي البوابه النافذه، نافذه على العالم. فاكر البرنامج بتاع نافذه على العالم ده؟ هو ده النادي الاهلي طبعا. هو ده اللي بيديك. هتخليني بقى ادخل لمدخل مهم جدا. هو ده، انت وديتني للمرحله دي. وده ليه علاقه بتصريحات عربي افريقي شمال افريقيا، خدت بالك؟ اي حد في المناطق اللي حوالين افريقيا دي كلها يتمنى يكون فين؟ في النادي الاهلي، في نادي القاره. نادي القاره كويس. ما تيجي نعمل سلوجان كده يبقى سهل. النادي اللي هو الدوري بتاعه 41 مره و42 ان شاء الله على المشارف، وكم افريقيا؟ نقول نادي القرن، نقول نادي القرن كويس. نادي الاهلي تاني، هو نادي، هو نادي القرن. لما حد بيتكلم من بره بيتكلم عن نادي القرن، ما بيتكلمش، ما بيجيب احصائيات، بيجيب احصائيات نادي القرن. تمام. اما بيجي يتكلم على اللعيبه بيتكلم على لعيبه نادي القرن. اما بيجي يتكلم على مدربين، من انجزوا مع نادي القرن؟ صح. ونرجع ونقول البنك الاهلي اللي حسابه مفتوح لكل من عدى جنب السور، بيفتح له حسابه، النادي الاهلي ما بيقفلوش. تمام. هفضل اقولها وازيد وعيد، انت لما بتفتح حساب عندك وتبقى من المحظوظين انك تبقى داخل النادي الاهلي، ها، او التيشيرت الاحمر، انت اللي بتحدد بقى تعيش فيه 10 سنين 20 سنه 30 سنه، بس هو فاتح لك لغايه اما ربنا يفتكرك. ما بيقفلكش حساب. بتشتغل مدير كوره، تيجي تشتغل في حته تانية، تروح تلف ترجع تاني مدير كوره، اروح القناه، اطلع من القناه على لجنه اللاعبين، اطلع من لجنه اللاعبين على العلاقات العامه، اطلع من العلاقات. النادي عمره، كل الناس اللي بدا، في ناس كتير شغاله في النادي الاهلي ما لعبوش كوره. انت نسيت ماتش فريق الشمس. فرقه الشمس ما عدتش عليه يعني ولا ايه؟ في الشمس دي بتاعتي انا. بقول لك انت لفيت النادي كله ما عدتش على ملعب الخماسي. لو على الشكل وعلى البتاع يجي احمد بكر وبعدين حمود جيلي باين، وانا شريف عبد المنعم الثالث، بس انا ما كنتش باجي كتير. تطرق الموضوع زكريا ناصف وربيع ياسين، بقوا هما الاثنين اللي خلاص اللي هياخدوا الرايه من احمد بكر. فالفرقه دي كمان كويس مسيره مفتوحه داخل النادي الاهلي للقيم والمبادئ والاخلاق واستقدام جميع اللاعبين اللي لعبوا دلوقتي. ابراهيم وحسام حسن موجودين في النادي على طول بيلعبوا في الفرقه دي. حسابهم مفتوح، ما حدش قفل حساب ابراهيم. طيب.